العكر. انا زوي عكر، حوش الله يرحم كريم وديك الشركسي. ده كان ماضي على فكره، ماضي اسود اصلا. ايه ده، الحضر بعت لي اهو حسن حبيبي. هو لحق يبقى حبيبك؟ احنا هنعيده تاني. خليكي في حالك، يوري نقابلهم في الدايفنج. قشطه، يلا يلا. مش قلت لك حبيبي؟ انت هتجننيني على فكره. ايه ده يا عم حسن ده؟ ايه رايك بيبي؟ مية مية يا معلم بيبي، خش غير بقى. لا بلاش يا بيبي، انا هقعد استناكوا هنا، ما اعرفش اخلص. وبعدين انت عايز نلبس ده فضح البشريه دي؟ ده فضح بشريه يا عم، انزل شوف جمال بلدك من تحت المايه، مش لما تشوفها فوق المايه. بقولك يا حسن، هو انت ما بتعرفش تعوم؟ اه. طب يا حسن، الغطس بيبقى عكس العوم، يعني انت كده في التمام فعلا؟ اه. ايه ده، مين ده؟ انت مين يا عم؟ انا دنيا، خلصونا بقى. افتكرتها احدى بنوتردام. استنى، دي ليلى. الو، اه يا ليلى، انا في السنتر، انتوا فين؟ هغطس؟ طبعا هغطس، حد يجي شرم وما يغطس؟ لازم تشوفي جمال بلدك من تحت. ليلى، انت شكلك كده ما بتعرفيش تعومي. لا بصي بقى، هو الغطس عكس العوم على طول، يعني انت كده في التمام. بصوا بقى، لو حد اتلسع من الفاير كورلز وطلع يوحوح، أنا مش مسؤول. ولو حد سرح أكتر من 18 متر وبدأ يناركس وافتكر نفسه فريد شاوي وبيدور على رأس البحر، ما يخصنيش. ركزوا بقى في اللي جاي. القرش لو ظهر تحت المية نتعامل معاه كأنه كلب بلدي ماشي في الشارع. ماشي؟ حد عنده أي أسئلة؟ اللي عنده أسئلة يلخص، أنا بتخنق بسرعة. لا مؤاخذة يا باشمهندس، هو يعني بالنسبة للكلب البلدي ده هنهشه ولا نزقله بالطوبة؟ إيه يا عم؟ بالك ساعة اياكوا وركزوا، وناس تاهت وناس ماتت، واحنا جايين ننبسط ولا جايين نفجر المدمرة عيلات؟ مش عايز هزار. مين فيكوا أول مرة يغطس؟ أنت وهي تعالوا معايا. والباقي جاي. ها ليلى، عاملة إيه؟ أساعدك في حاجة؟ طب تساعدني في إيه بقى؟ وأنت أول مرة تغطس زيك زيي؟ طب خلينا نجرب. طب ما ايه رايك نجرب تجربه احلى؟ ايه؟ نلبس عوامتين وزده ونشوف بلدنا من فوق المايه. خليني نشوفها تحت المايه، هتعجبك قوي. طب ممكن ما تسيبنيش تحت المايه؟ وما تسيبينيش انت فوق المايه ممكن؟ يا نهار اسود. ما تقلقيش، بهزر معاك. يلا نجهز. يلا يلا. ايه يا عم، مش تحاسب؟ انت سكران ولا شارب ايه بالظبط؟ عادي يعني، ايه اللي حصل؟ معلش، اصل دي اول مره اغطس فيها لوحدي كده يعني. يا نهارك اسود، امال كنت بتغطس مع مين قبل كده؟ اجانب. ايه؟ بس احنا في عرض. بس انا عمي صاحب المركب دي ومطلع عين اهلي اللي جابوني، ودي اول غطسه ليا لوحدي. كل مشكله تحصل يقول لي شايف الانابيب اللي هناك دي؟ عارف احطها فين؟ انت انت تعرفي عمو؟ لا بس اعرف عمته. فكريه؟ لا مجد، بقول لك ايه، ما تقلقش، انا بعمل دايفنج بقالي 7 سنين وهنزل معاك بادي. بجد من نعمه، الهي يسترها معاك يا شيخه دنيا واخره. طب اسم حضرتك ايه يعني؟ بس عشان انبهلك تحت المايه لو حصل حاجه. فريده. الله، ده اسم ملوكي، محسوبك روبرتو. بقول لك ايه يا دنيا؟ ايه؟ هي ليه الانبوبه بتاعتي مختلفه عن الانبوبه بتاعتكم؟ ايه ده، بتطفيت حريق؟ انت رايح يا عم ترخص في المرور؟ اللي لقيتها بقى. طب يلا سندني. بس تصدقي لونها احلى. يلا يا اخوانا، القرش لو ظهر نتعامل معاه كانه كلب بلدي ماشي في الشارع. يلا روبرتو، روبرتو وقف وقف، القرش كده 4 المان. يلا يلا يلا، بس بس ما تقلقش، الراس ما احناش المان. انت عملت ايه يا عم؟ لا 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 ما تقلقيش، هننزل ميه ازاي بس يا ماما والقروش دي؟ لا كله تمام. حسن، انا خليت لك الجو ظبط بقى. ها، واقلع بدله سبايدر مان دي. طيب يا حبيبتي، هكلمك بعدين. ماشي، باي باي، مع السلامه. حسن.
حسن. غادة ازيك؟ ازيك انت؟ ايه الصدفة الحلوة دي يا سونا؟ انا تمام الحمد لله. شكلك يهبل في الدايفنج سوت. وانت كمان يعني ما شاء الله عليكي يعني. والله يا حسن ده انت سكر خالص. والله ده انا كنت لسه بكلم طنط سميرة وبقول لها حسن ده محترم وطيب، بس يا رب يا رب ما تكونش زعلان مني من اخر موقف حصل بينا. لا لا خالص، ازعل منك ليه؟ ده انا اللي زعلت علشانك. انت ليه بتقول كده؟ ازعل منك؟ وكمان يحس ان احنا ما لحقناش نقعد مع بعض. يعني هنقعد مع بعض يا غادة؟ هنروح فين يعني؟ اول ما نرجع على طول ان شاء الله نبقى يعني نقعد مع بعض. بجد؟ اه يا حسن رجلي حسن. دي ولا يا رب؟ ايه يا ليلى؟ ايه اللي حصل؟ رجلي يا ليلى. انت ناويه يا جماعه حد يشيك على التنكات ويشيلها من هنا. ورجلي ليلى يا عم. يا عم ورجلي ليلى. واو يا حسن على الشهامه والمرجله. طب وحياه طنط سميره بقى تنزل معايا الغطسه دي. تاني ايه اللي حصل؟ سكسي يا خان، سكسي يا خان يا حسن، سكسي يا خان. سلامتها يا سونا. يا حسن يا لهوي، جالي هبوط هبوط مفاجئ. شيلني شيلني يا حسن، مش قادره اقف. شيلني ماشي من هنا. بكلمني يا حسن. اتفضل، هتكوني احسن دلوقتي ان شاء الله. اصل انا هبطت فجاه، مش عارفه ليه دخت كده وجالي هبوط مفاجئ. ايه ده؟ انت بتلبسي نظاره؟ وحشه؟ حلوه جدا. ايوه. دي غاده. ايه؟ جالي هبوط تاني، تعبانه. طيب تحبي نقوم نتمشى؟ انا ابويا لما كان بيجي له هبوط كان بيمشي. انا ابويا كان بيجري بقى على فكره. يلا. انا اسفه قوي اني اتدخلت بينك وبين صاحبتك فجاه كده. مين؟ غدا؟ لا غدا مش صاحبتي خالص، بتبقى بنت عم خاله مرات واحده صاحبه جارتنا مش اكتر. بجد؟ اه. ده انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي على كده؟ لا مش من زمان قوي ولا حاجه، يعني انا وهي اتقابلنا مره كده بس مفيش بينا كيمياء. طب وليه مفيش بينكم كيمياء؟ يعني في حاجات كده انا بقف عندها في البنت، ده غير ان هي برج العقرب وانا سرطان والسرطان والعرق. انت برج السرطان؟ اه. قول والله العظيم. والله العظيم ليه؟ انا كمان برج السرطان. بجد؟ كان قلبي حاسس والله. قصدي يعني انا فاهمه، انا فاهمه كويس قوي انت بتتكلم في ايه على فكره. انا عارفه انت قصدك ايه، الحاجات دي بتبوظ لما تبقاش مظبوطه على فكره. ايوه انا فاهمه طبعا، مظبوط. طيب وايه كمان بتقف عنده في البنت؟ لا هي مش حاجه معينه، بس عارفه لما تكوني قاعده مع حد ويبقى في زهق كده فتطلعي تليفونك تدوري فيه على اي حاجه، تلعبي جيم، يعني عمرك حسيت الاحساس ده؟ يوه كتير قوي. بس تعرف انا اكتشفت حاجه بقى في الاخر، انك انت لما بتيجي على نفسك عشان تبسط اللي قدامك او تعمل حاجات عمرك ما كنت متخيل انك تعملها عشان يبقى فرحان، اعتقد ساعتها بتحس انك ممكن تكون بتحبه يعني. وبتقف عند ايه كمان؟ هي مش حاجات كتير بس اولهم تنزل دنيا. ما تنزلي بقى يا دنيا، انا ضهري وجعني. مش نازله. لا انزلي. انزلي بقى. طب والله العظيم لو هقتلك. لا الاصل ده حرام عليكم. الاصل. طب طلعي العيال من جوه. ده العيال بلدنا. اطلعي اولاد بره. الموضوع هيكبر. ماشي يا دنيا، ماشي يا دنيا، شوفي بقى مين النهارده هيفسحك بالليل. فضح بنتهم ودنيا دول هربانين من فيلم الكرتون. ايوه فعلا هم حياتهم كلها كرتون. انا اصحاب من ايام الجامعه دايما كنت اذاكر لهم، هم يجيبوا جيد جدا وانا اجيب جيد ازاي ما اعرفش. ايه ده؟ وانا كمان فريده كانت دايما تغش مني في امتحان التربيه القوميه. ايوه وبعدين؟ بس هي دي الحكايه. محدش يجيب سيره فريده يا ظريف منك ليها. ايه ده؟ اهلا اهلا. اخبارك ايه يا ليلى؟ اخبارك ايه يا حسن؟ امل. ها اخبار رجلك ايه؟ احسن الحمد لله. احنا بالليل سوا ها؟ اكيد. طب انجوي بقى يا فريده، استندني يا حسن. بركاتك يا استاذ حسن. رجلك كويسه دلوقتي؟ احسن كتير الحمد لله. قولي لي بقى ليلى، يعني انت عمرك عملتي حاجه غريبه مش متعوده تعمليها عشان خاطر حد؟ عشان صحابي عملت بقى. لا لا مش صحابك، حد يا ليلى. ولد يعني؟ طبعا عملت. يعني أنا مثلاً ما بشربش خالص، وأول مرة في حياتي شربت عشان كان في ولد عاجبني بيشرب. طب أنت بتضحك ليه؟ متضايقني ما بشربش؟ لا بس أنا عملت زي كده بالظبط، أول مرة شربت فيها كان عشان خاطر واحدة بس بعدها اتضايقت من نفسي أوي. طب وكملت بتشرب ليه؟ عشان تنسى. لا مش عشان أنسى. أمال إيه؟ عشان أعجب، وده أسوأ بكتير. بس عارفة أنا النهاردة حاولت اعمل حاجه غريبه انا مش متعود اعملها عشان خاطر حد. حاولت اغطس وانا اصلا ما بعرفش اعوم زيك كده. We'll be right back.
عارف بقى الوقت اللي بنشوف اكتر رياضه بتدي ثقه في النفس. انا مش مصدق ان انا هبقى طاير في الهوا كده زي الدبانه. انت عارف ان انا ما بقدرش اعدي ويك اند غير لما نط من هنا. خدش ده خالص. هاي كويك. لا لا انا هطلع لوحدي خليك. اوبا يا حمو قلت لك. انا قلت لك برضه ايدك انت ما سمعتنيش. اقولها بصوت واطي. يلا بقول لك هوب هوب انت انا مش هوب انا بقول لك يلا نط يا عم مش هوب شغل الهوب بتاعكوا ده انتوا كلكم هوب اوعى انا مش بهزر يلا نط مش هوب عشان خاطر مش هوب مش هوب انا يلا بقول لك يلا ايدك دي هوب انت روح هوب انت مش هوب والنبي بقى مش عايز هوب والنبي والنبي مش تحفة تحفة ايه ده؟ ايه الاحساس ده يا ياسمين؟ مش مصدق كنت طاير في الهواء ونازل بسرعة جدا والبيوت صغيرة قوي بس غمضت عيني في حتة كان نفسي اشوفها. ياه ايه اللي قلعك كده؟ اتحريت وانا نازل فقلعت. كل ويك اند كل ويك اند تجيبيني معاكي والنبي والنبي ماشي. ها؟ ماشي اوعي تنسي والنبي ماشي النبي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباراشوت. الله طب والباراشوت بتاعي ليه مش كده؟ عشان الباراشوت بتاعك ما فتحش. اول مره في حياتي اشوف واحد ينط من الارتفاع ده والباراشوت بتاعه ما يفتحش. ايه ده فتحش؟ استنى صدقني ما حسيتش خالص. سبحان الله زي ما قلت لك والنبي 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 والنبي. حاضر حاضر والنبي ايه بقى؟ النبي ما تيجي هنا ما تقوليش خالص. انت مجنونه. ورجعنا لكم تاني وبرنامجكم دكتور حب. من زمان وانا بحب اتفرج على افلام الابيض واسود كنت باخد بالي من حاجة مهمة أوي. الناس كانت بتحب بعض بالشياكة. حتى الأغاني كلامها كان محسوس ورقيق. إنما دلوقتي الولد بيقول للبنت خليها تاكلك. ويخرب بيتك وبيت أهلك وبيت اللي جابوكي بالمرة. بس يظهر إن الوقت بيسرقنا. الخوف والمصلحة والقلق. خلونا نحب بسرعة. تيك اواي زي السندوتشات الجاهزة كده. مع إنها حاجة غريبة أوي. الأكل اللي إحنا بنتعب فيه وإحنا بنحضره بيبقى طعمه أحلى بكتير. وبناخد أول اتصال معانا. ألو؟ ألو مساء الخير. مساء النور، اتفضلي نتعرف بيكي. أنا دقة قلب. آه دقة قلب. حضرتك بقى اللي بتكتبي عني في المجلة وهرياني معاها. اتفضلي يا نسا احنا تحت امرك. يا سلام، يعني هي البنت مولوده وفي دمها الاذيه؟ هو حضرتك ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ ما بتتفرجش على الولاد اللي عمالين يضايقوا البنات ويبصبصوا لهم في رايحه وجايه وفاكرينهم سخره لخيالهم وكتفهم؟ من الاخر انا مش قصدي هاجمك على فكره وانا ما اعرفكش خالص وانا من البنات اللي انت بتشتكي منهم الحمد لله، بس الله يكون في عونها اللي تفكر في واحد زيك شكاك فاكر الدنيا كلها ماشيه شمال وهو عايزها يمين. كلنا فينا الوحش والحلو على فكره. الو الو الو. أنا متشكر جدا يا أنسة على وجهة نظرك اللي كلنا بنحترمها في البرنامج. هو حضرتك اسمك إيه؟ ليلى، اسمي ليلى. يا جماعة ما تصحوا معايا شوية. يا حسن فيها حسن. إحنا معاك يا حسن. فيها حسن لما تطلع ليلى دقة قلب أو دقة ليلى هو قلب. لا فيها بمبم فيها. يعني الكلام اللي قالتهولي دلوقتي في التليفون وكمان المقالات اللي بتكتبها غير ليلى خالص اللي انا اعرفها. يعني السهر والشرب كل الكلام ده كان كدب في كدب. يعني معلش يا حسن عشان احنا مسقطين وعايزين ننام جدا فممكن تقول لنا انت بتفكر في ايه؟ انا حسن ابتخر وقت بالاخر الله يخليك. انا بس عايز اعرف هي ليه كانت بترسم عليا دور الصايع من الاول لما هي اصلا مش عاجبها الحال المايل؟ عشان هي اتعرفت عليك في بار يا حسن. يا حسن افهم يا حسن، مفيش واحده هتمشي مع واحد كل ده وضد مبادئها الا ما تكون معجبه بيه زيك انت بالظبط. وبعدين بقى سيبك بقى من الحوارات دي كلها ولا يا عم مليجي. شفت بقى
عايز انت بقى ايه من ليلى بالظبط؟ عايز ايه من ليلى؟ عايز اتاكد انها ما بتفكرش في الواد السيس ده وان انا ما كنتش كوبري. يا حبايبي عبدو ازيك؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده لولا ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. عبدو جه مصر عشان يقابل مامي بابا. لا مبروك يا فريده. ايه يا حبيبتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ شارم ستايل بقى السكه الجديده. ربنا ما يحرمكيش من هبل ابدا يا فريده. مبروك يا اولاد. الله يبارك فيكي. انا سليلة ممكن الورد عشان حضرتك. عشاني انا؟ ايوه. مين اللي بعته؟ مش عارفه ده ما عليهوش كارت حتى. اكيد حسن. لا اكيد مش حسن. ده اكيد كريم. كريم؟ اخس. ايه يا حسن انت هتنخي من اولها؟ انت مش كنت عايز تتعرف على دقة قلب؟ خد ذاكر بقى، ادي كل الاعداد اللي فاتت. انا من رايي انك تكلمها يا حسن. ايوه المفروض اكلمها طبعا. بس اكلمها اقول لها ايه؟ حسن انت هتكلمها من غير ما هي تعرف. ايه ده ازاي يعني؟ ستيوبيدز. الو تأكيد يعني ليلى انا دكتور حب. يا ترى الورد عجبك؟ هو حضرتك اللي بعت الورد؟ ايه المناسبه يعني؟ دي اقل حاجه ممكن ارد بيها عليك يا نسمه. وعلى فكره انا قريت كل اللي انت كتبتيه قبل كده. وعايز اقول لك كمان ان البنات اللي زيك اليومين دول ما بقوش كتير خالص. البنات اللي زيي مش كتير ازاي يعني؟ وحضرتك انا ليه تصنيف محدد؟ الكلام اللي انت كاتباه ده كلام واحده عايشه في عالم ابسط من اللي احنا عايشين فيه. انا عن نفسي خلاص كنت ابتديت احس ان اللي زيك مش موجودين اليومين دول. لا هو انا مش فالته في التاريخ يعني، انا بتكلم بلسان حال كل البنات في البلد. انت عارف ان قصاد كل بيبي ولد بيتولد في ست بنات عشان كده بيمرمطوه ويبهدلوه. يعني انت عايزه تفهميني ان انت ما قابلتيش راجل واحد في حياتك؟ لا قابلت بس الحلو ما يكملش بقى. يعني ايه الحلو ما يكملش؟ يعني طلع خفيف. اي واحده ممكن تشده وتاخده من ايده ويمشي بيها عادي. لا فكري كويس يا ليلى، ممكن تكوني ظلمه. لا ما خلاص بقى ما بقاش ينفع. وبعدين هم قضيها مع واحده تانية شكله مبسوط. يمكن يكون لسه بيحبك. بيحبني؟ تفتكر؟ افتكر. ليه لا؟ لازم تجربي وتكلمي لانه يمكن يكون هو كمان عايز يتكلم وخايف. كل ما بشوفه ببقى عايزه اجري عليه واتكلم معاه، بس اول ما بلاقيه في وشي بسكت. وهو كمان بحس انه عايز يقولي كلام كتير بس بيسكت. انا مش عارفه اعمل ايه. وانا بصراحه مش هقدر اقول لك تعملي ايه. بس كل اللي انا عارفه وفاهمه ان كلمه بحبك لازم تتقال تتذاع يا ليلى. عمتو بتقولك ظبطي الكام سطر دول تاني. اوكي ماشي. في ايه يا ليلى مالك؟ بفكر اروح لبمبم ودنيا الدوبلاج النهارده. بمبم ودنيا برضه؟ انا خايفه قوي يا فريد. يا بنتي ما تخافيش، مش احسن ما انت قاعده تشخبطي في الورق كده وتهري تنكتي في نفسك؟ استنى ايه ده؟ اللي اتفقنا عليه تحبي اجي معاكي؟ ليه عشان يقول عليا هفق؟ صح كده تربيتي. ميرسي يا فريد. هو ده الجلاش؟ هو ده الجلاش. انا اصلي كنت قاعده فاضيه فقلت اجي العب معاكوا شويه. هو الدوبلاج بيبان لناس فعلا كتير قوي انه لعب. اما في الحقيقه هو مهم قوي. كلنا بنعمل دوبلاج لنفسينا واحنا مش واخدين بالنا. بنركب وش قدام اللي حوالينا واحيانا بنحط عليه صوت كمان. ويمكن العكس. يمكن العكس. طيب كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طب افتحها مش يمكن ما تعجبكش؟
أكيد هتعجبك. ليلى أنا عارفة من غير ما تتكلم ولا تقول أي حاجة. حسن طب نور اللمبة الحمراء يا أخي. أستاذ عزبي مدير المحطة أنسة ليلى أو دقة قلب. انت بقى الصحفية اللي هريانة في الجرايد. لا ابدا والله يا فندم، ده انا خلاص انا والدكتور حب انا بس فريندز خلصت. لا يا شيخ. طب روح انت يا حسن شوف اللي وراك ايه. حاضر ليه هكون عندي. ده احنا هنقعد انا وهي نسمع حلقة الدكتور حب، ما تقلقش. قولي لي بقى اللي عاجبك في حسن، الراجل ولا المين؟ الاثنين. مساء الخير على كل مستمعينا، واحنا النهارده معاكم مع حلقه جديده وبرنامجكم دكتور حب. الحقيقه الليله دي حلقه مهمه جدا على الاقل بالنسبه لي، والاسبوع الجاي ان شاء الله دكتور حب الحقيقي هيرجع لكم تاني. اسمحوا لي الاول قبل ما ابتدي الحلقه اني اعتذر للي كلامي في وقت من الاوقات جرح او ضايق، وخصوصا البنات اللي انا زعلتهم مني قوي الاسابيع اللي فاتت، انا اسف. تاني حاجه كنت عايز اتكلم فيها وهي حاجة مهمة قوي، هي الحب. الحب ومن غير أي هزار ولا تريقة أهم حاجة في حياتنا. يمكن يكون السبب اللي معيشنا دلوقتي هو الحب. العشرة بين الناس حب، حبك لأهلك، لجيرانك، لأصحابك، حتى مديرك في الشغل. يا ريت كلنا نقدر نقدر قيمة الحب، لأنه حاجة مهمة جدا اليومين دول. على قد ما الكلمة تبان بسيطة وسهلة، لكن أكيد ربنا ليه حكمة كبيرة أوي في بساطتها، لأنها بقت عملة نادرة. لو لقيتها حافظ عليها. كل اللي هقدر أقوله لكم إنه مهما حصل بلاش الظروف والدوشة والزحمة والخبط اللي إحنا عايشين فيه يغيروا مننا. بلاش بسبب موضة أو أي حد مأثر فينا نغير من نفسنا من غير ما نحسب التأثير ده يكون إيه. مرة سمعت حكمة جميلة قوي من حد أنا بحبه. الأشياء ليست كما تبدو، وكذلك الأشخاص. حد بحبه، بحبه قوي. أنت زي ما أنت، وانت كمان خليك زي ما انت. مش لازم نلبس وش عشان نعجب التاني، مش لازم نغير من نفسنا وخلاص عشان نعجب. الحكمة التانية اللي كنت عايز اقولها لكم النهارده في حلقتنا، كن واثقا من احساسك. وانا عن نفسي من ساعة ما ابتديت افكر في الكلام ده وكل حاجة اتغيرت. في انتظار رسائلكم ومكالماتكم معانا في الحلقة. والاغنية دي اهداء مني شخصيا ليكم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم كنت حاسه ان ده انت. انا ليه عملت فيا كده؟ ليه ما قلتليش على طول؟ متهيألي احنا الاثنين كنا محتاجين نتاكد. وعموما كلها 3 4 سنين بالكتير قوي. على ما نتاكد؟ لا، على ما نشتري المركب سوا. انا بحبك. انا كمان الشاطئ اولا، وبعدها نبحث عن مكان نسهر فيه. اذا اعمل عملك، هات العمل ممكن ان يكون ممتعا كراحه. عم شفيق روح انت بقى، انا هتغدى بره. ماشي يا فندم. حبيب مامي القمر. هو الراجل البامبا اللي كنت واقفه معاه ده مين؟ ده السواق بتاعي، ما انت عارفه. السواق بتاعك من زمان يعني؟ ايوه طبعا، من زمان جدا، من وانا قاعد كده. لا يا شيخ. ايوه طبعا. اسمه ايه؟ عم شفيق. ده بجد السواق بتاعك؟ ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ مالك؟ لا اصلي حاسس انه بتاع حد تاني يعني. ليه؟ هو في حد تاني ولا ايه؟ مالك؟ مفيش، حاسس انه. طب بقول لك ايه، انا لبست الجزمه اهو مخصوص عشان تعلمني السواقه. سواقه ايه؟ انت مش بتعرفي تسوقي؟ لا طبعا ما بعرفش اسوق، امال معايا سواق ليه؟
طب لزومه ايه تتعلمي؟ ما هو عم شفيق ده بيوديك ويجيبك. وانت قلت لي لازم اعتمد على نفسي واتعلم السواقه، عشان مش كل شويه حد يقول لي انا لازم اعمل لك كل حاجه، لازم اعمل لك كل حاجه. طب معلش يعني ما تتعلمي على عربيتك الاول اسهل، علشان هي اوتوماتيك وبعد كده. لا ما ينفعش، عشان انت برضه قلت لي ان انا لازم اتعلم السواقه على اصولها على عربيه مانيوال، وانا عربيتي اوتوماتيك. بقى يا بول فداك ألف عربية، وبعدين كويس إنها جت في الصاج. يا ريتها جت فيا ولا جت في الصاج، يا ريتها جت فيا أنا ولا جت في الصاج. بعد الشر عليك يا حبيبي. خلينا بقى نتكلم في المهم، أنت هتيجي تخطبني من بابي إمتى؟ نعم أرحمك، أخطبك إيه ما أنا خطبك؟ وبابي؟ بابي مين؟ أنت مش أبوكي ميت؟ بعد الشر عليك يا بول، دي مامي هي اللي ميتة. مامي هي اللي ميتها؟ انتي متأكدة انها ميتها؟ هزيتيها كويس لحسن تكون نايمة ولا حاجة؟ انا فاكر اخر حاجة كانت نايمة. نايمة ولا ميتة؟ لا ميتة. لحسن تكون يا بلبل الخطة اثرت على دماغها، ولا انت بقى بتتهرب ومش عايز تيجي تخطبني؟ يا ستي لا يا ستي لا يا ستي لا. طيب انتي قلتي لابوكي اللي هو لسه عايش ده ان انا فاقد الذاكره؟ ايوه طبعا قلت له، وانا اخبي عليه حاجه زي دي يا بلبلي؟ بلبلك؟ لا انا مش بلبل حد. ياسمين اتأخرت كده ليه؟ انا اصلا خلصت جد. مش مشكلة انا تيجي معايا، ده انا معايا كتير جدا. يا سلام، ومالك بقى تعبان كده ليه؟ انا باجي من بيتنا تعبان اصلا. بقول لك ايه، ماما عايزة تقابلك. طبعا يا سلام، اوكي ايه المشكلة؟ ماما مين؟ انت مش امك ميتة؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي، بعد الشر ده بابا. واضح ان الموضوع الذاكرة ده بدأ يتطور، وحالتك بقت خطر قوي يا بلبل، انت صعبان عليا قوي. طب بقول لك ايه، انت قلتي لمامتك الله يرحمها عن الموضوع اللي بينا، يعني قلت لها ان انا عايز اخطبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا بلبل. يا حبيبي احنا مخطوبين اصلا. يا عيني. امتى مخطوبين؟ ايه استني بس، تفتي وتقولي كلمتين وتمشي. خطبنا امتى؟ انت كل شويه هتقف، مش كفايه بتنسى؟ ايوه مخطوبين. يلا مخطوبين. طب المرحومه ما قالتليش عايزاني في ايه؟ انت ان شاء الله هتبقى تقول لك هي عايزاك في ايه بالظبط. في ظروف واحد زي حالاتي كان فاقد الذاكره قبل كده، كان الطبيعي والاقرب ان انا اشك في ذاكرتي وما اشكش فيهم، وهو ده اللي حصل. ويا ريتني ما سمعت كلامي. ايه مالك عملت بحلق فيا كده ليه؟ طب هي مامتك اللي هي تخينه كده وسمينه كده شويه من تحت، ها على شكل هرمي كده شويه؟ هي صح. اه ايه يا بنتي، قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله، طولتي وهدومك اسرت عليكي. اهلا يا بول. اهلا يا طنط. طب مامي والسكر فين؟ يا سكر، ايه السكر اللي انا فيه ده؟ نبيل برضه مش كده؟ ايوه نبيل برضه مش كده؟ ايوه ايوه كده، علي صوتك شويه. هو ده بقى
بقى بلبل يا فوبي اللي حكيت لك عنه. اهلا اهلا بلبل. اهلا اهلا. نور يا بلبل. يا بنت بتجيب لنا حاجه نشربها. السكر هتلاقيه عارفه في الدور. راح فين يا ابني؟ لا السكر فين؟ السكر دمه خفيف سكر. على فكره انا سالت عنك وعرفت انك شاب ممتاز ومثقف وواعي كمان. مشكلين قوي يا عم، ربنا يخليك. وعشان كده بقى الحقيقه انا يعني كنت جاي عشان اللهم صل على النبي اتقدم، و لان انا بصراحه يعني معجب معجب بيها باللي شايله الصينيه دي. امال الدكاكه القصيره اللي كانت هنا راحت فين؟ هي دي بنت حضرتك صح؟ أمال صيدة من البحر؟ مش هقول لنفسي يعني صح يعني صيدة من البحر. لا هي مدككة اهي والله اهي. طب قوم بس قوم بص هوريها لك اهي اهي. اقعد يا بلبل. الو يا هلا موبايلي؟ لا انا قافل بعملها ما بعملش حاجه يا هلا. كنت بعوم في الصاله شويه. الشقه بتاعتي غرقت يا هلا. ما اعرفش في ماسوره ضربت ولا نسيت حنفيه مفتوحه ولا ايه. سيبيني يا هلا سيبيني في اللي فيه. ياسمين ايه ياسمين؟ اهو انت اللي معطلني. بليز اتفضل مفيش وقت. هو لا يا عم اسمحلي اتفضل يا عم. لا يا بلبل لو سمحت يا بلبل. اهو بالراحه بالراحه. مش عايز انط. لو بتحبني تنط. هيفرق معاكي؟ Thank you.
كل خير. ما تنطقوا. قول لهم. اقول لهم ايه؟ قول لهم انت. انتريه بيج مشجر وفازة كبيرة، ناس شيك قوي. لا، وطبق فاكهة كبير. والافراد؟ مش اسئلة اسئلة، ما تسكتوا بقى. ايه اللي جابهم معانا دول بس؟ انتوا مش عايزين معلومات دقيقة؟ خلونا نركز شوية. ايه في ايه؟ تعالى بس يلا. فوق. بيعملوا ايه؟ كده ما بيعملوش حاجة، استريحتي؟ عارفين؟ انا اشرب كاس. لا لا لا، بعدين بعدين. الله 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 الله، وده كمان؟ واضح ان لولا دي ما بتزعلش حد خالص. انسانه انسانه انسانه. طيب وال 5% بتوعي؟ انا موافق موافق. 5%؟ اكيد اكيد. طب يلا بينا. طلع ليه؟ طلع ليه؟ هي مين دي اللي طالعه؟ انزلوا انتوا هنا دلوقتي. دي ملهاش اهل يسالوا عليها. تقريبا لقيتها. ايه لولا دي؟ ده انا تعبت. دي مش عوامه، دي ميكروباص. تقدري تعملي لنا منها كوبي؟ طبعا. انت بتبص على ايه؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستني دوره بس زهق. كل الملفات والجوابات جايه لهم من شركه في الصين اسمها واي اس دان كومباني، مشهوره عارفها. كملي يا عيشه. في صفقات بينهم، وبيقولوا في اخر جواب وصل من اسبوع انهم هيبعتوا يقولوا له على ميعاد دفع عربون الشحنه، والباقي هيستلموه من بره. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها عن الشركه دي. ليه هم طالبين موظفين؟ لا يا فالح، هنتعلم صيني. ودي فلوس مدفوعه الناس في الجمرك. هايل. سنتك سودا يا نسيم باشا. في ايميل جه من الشركه الصينيه، وده ظرف واحد سابه ومشي. مش مهم الظرف، الايميل فيه ايه؟ الايميل فيه بيقول لك هيبعته مندوب ياخد 200,000 دولار من تحت الحساب، وهيقول لك تحول بقيه الفلوس على فين بعد كده. والمندوب بتاعهم جاي امتى؟ ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ حضر 1,000,000 جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. هو انتوا 1,000,000 جنيه يا معفن منك لو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا نهايتكوا على ايدي يا صيح. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هو اللي جاب الروح.
شانغ كو شي كابالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتكِ إنهم مندوبون شركة واي سي دانغ كومباني وأتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قول لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركة؟ سيكوكو بانسا بالوني؟ ياهو كوكو اهو 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 سومو. يقولون أنها لابد أن تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ أوكي بتاريخ اليوم. شيكو نومو ايشا عم ربو عم غفار سومو. ودي مين دي؟ كولوكو زيني لا زوجته. زيني لا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين ان انا هكمل الديل ده من سويسرا. سومو سومو حبيبي سومو. بصص علينا بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم اطلع بالمعلوم. سنين سنين يعني مش هزار. سكولا لا ميمي سكولا لا ميمي. يقولون لك سكولا لا ميمي. الو ايوه يا باشا الوفد الصيني لسه ماشي. ايوه صرفوا يا باشا بأمارة سكولا لا ميمي. يا عم اركن وخلص. ها يا باشا ازي سيادتك يا باشا ازي سيادتك. اهلا باشا ما باحث صيني. ماشي 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 يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة مع السلامة يا باشا. مع السلامة. محدش فاهم حاجة خالص خالص. اوعى وشك اللي عليا. هبقى اسيب لك نمري. يا عم في ايه ما انا هشوفك. طب يا محسن سلام سلام. ايه يا لولا الاخبار؟ فاكس غريب قوي جه يا باشا. يعني ايه فاكس غريب؟ الشركه الصينيه بيقولوا هيبعتوا مندوب ياخد شيك ب $200,000 مقدم العمليه الجديده. نعم؟ اه. ما هم خدوا يا ولاد الكلب. دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوة. روح البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك. اجري. اسمع هلا حياتك قصاد الاسطوانة دي. بطل بقى تلعب لعبة انت مش قدها انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر بيه؟ بقول لك ايه والنبي مش ناقصة تهديد. هي انا خلاص مش فارقة معايا. انا عمال اتكحول كل شوية لما خلاص قربت اتقلب قرد. فمش ناقصة بقى تيجي تحدفني في قشر موزي مين وشمال. الله. وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانة ايه دي اللي سايبهم بفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل مش هيحصل يا بكر بيه الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي. حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطط. حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وانا وهيخرجك في عيد ميلادك. ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص. يعني طيب كده وجدع غلبان. بس على مين برضه هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟
ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا طلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح، عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد؟ انت اختنفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فرتيه و حلقات دقنك و... ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبتت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلب لي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمعي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هايلة. Happy. هايلة ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هانيا. هانيا صح صح. أيوة هانيا هانيا. Happy birthday to you هانيا. شكرا. ايه ده بتقلب الخفاش بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنينة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله. ويوم ما تطلع ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا، طبانجا سمكي نص عالي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شويه كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انثى. ماما 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 ماما. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين انت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي؟ هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده. وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا صح؟ هابي بيتزا مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الالفيه بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي اسمع مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا اتكى على الله. ناسس في التبادل تاسيس اساسي يعني في الغلاسه. انا رد على التليفون بس لحظه. الو ايت هاني قاعد عامين؟ تضرب محشي؟ اضرب محشي.
وصلي على النبي. بيتنا كله منور. كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنطه، بجد الاكل حلو قوي، تسلم ايدك. قولي لي يا حبيبتي، انت متجوزه؟ يعني معلش يعني لو متجوزه تاني هتفضل قاعده معانا كده يعني قاعده دي يعني؟ انهي نطعه هيقبل حاجه زي كده؟ يا واد اسكت، بجس لك نبضها. يا ستي تجس نبضها ايه؟ وانت شايفاها عندها بوط ويا قاعده. اسكت بقى. ولا مخطوبه يا حبيبتي؟ ولا دي كمان. النبي الواد بشكر ده زي العسل وما يتفتش. ما ناقص تقولي لها يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصاري النوم كمان بالمره. بالك انت بقى كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا وليه يا واطي احترم اللي جابه كرامه اهلي. ايه ده؟ الرجال انا في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني. الراجل راجل دمه حامي وسخن. راجل بجد. يا راجل يا معلم تخفي. ايه ده؟ انت مبرقلي مبرقلي ليه كده؟ حاسسني ان انا بشتمك اهو يعني. يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني. تقريبا كده بيلغوا بعض؟ دول هيموتوا بعض. ما هي دي بدايه الصلح. والنبي عايز ما تلمسنيش. ايه شفتي ده الليله؟ معقوله بعد الفضيحه اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعه دي كمان؟ حياتك وبالسرعه دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحاره بكره. سامعة؟ سامعة كروان ده؟ بمناسبة العسل بقى بتاع أختي. مش فاهمة حاجة. يا العسل بتاع أختي تهاني لما قالت الواد بوشكش ده عسل وراحت تبصلك كده، هل أنتِ العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند أختي ولا أنا أروح أجيب عسل من برا؟ لا لا كده؟ صريحة وضيحة كده جريحة؟ لا مش قصدي. انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه. لا انا كنت عايز اقولك فعلا على حاجه. طب اقول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول على طول مفتاحي. مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومتربص لك؟ ها مش كده ولا ايه؟ بس انت كنت عايز تقولي حاجه. لا قول انت الاول. لا انت قول الاول. طب اقول لك على حاجه. تعالى نعمل زي فيلم لبنى عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي ولت سقطتي. طب اقول لك على حاجه. تيجي نقول الكلمه دي احنا الاثنين في نفس واحد، نعد لحد ثلاثه ونروح قايلينها كده في خلق بعض كده. ماشي اوكي. واحد اثنين ثلاثه. انا عرفتك عشان رشدي هلال. عرفتني عشان خاطر السلسله؟ وانت عرفتني عشان خاطر رشدي هباب؟ خلي السلسله تنفعك. كلمها تاني. انا كلمتها قدامك تاني واعمل ايه يعني؟ ابلغ عنها؟ خلاص روح لها البيت. وانت فاكراها سهله كده روح البيت؟ ده ابوها لو عرف انها مروحه معيطه بسببي. ده مش بعيد يدفني في الجنينه هناك. بليسيما فورتيكا. ايه فورتيكا دي؟ يعني فورتيك. وش معنى يعني دي اللي مسكتي فيها؟ عيب عليك انا بفهم ايطالي على فكره. ماشي يا عم الغواص. احكي لي على الغطس اكتر يا روبرتو. انا كنت بحب البورصه ودلوقتي بموت في الدايفنج. فريدا حبيبي دي موهبه. وبعدين يا روبرتو مش اي حد ولا ايه؟ هو روبرتو ده اسمك الحقيقي ولا النيك نيم؟ شوفي يا فريده عشان قلبي ارتاح لك هسيبك تخمني اسمي الحقيقي. وانا كمان. انت اسمك مش فريده؟ لا انا كمان ارتحت لك يا رامي. صح رامي؟ اديها كمان زق. بقول لك ايه؟ الولد اللي قابلناه في ابستراكت كريم؟ كريم مين؟ ايه ابستراكت؟ اه كريم. كريم 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 ده جاست فريند عادي مفيش بيني وبينه اي حاجه. فعلا؟ ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. شرب حاجه؟ عندك ايه فريش؟ عندي مانجا وعندي ستروبري وعندي جوافه.
ممكن جوافة؟ مين دول؟ جوافة. بتحب الجوافة؟ جدا. جوافة؟ لا، عبده بيجيب مع الأجانب أوي. يا بيدو. طب عبده روبرتو، بص أنا هروح أجيب بس حاجة من ليلى وجاية. أوكي. على فكرة مش بس الأجانب اللي بيحبوا عبده. يا نهار اسود، حسن بعك شكله بيشرب ليلى مغات. يا عم ما يشربها مغات ولا بوظه، انت مالك؟ ده كده هيقعد في قرابيزنا طول العمر، خلينا نخلص منه بقى. استنى قوي. يا دماغك السقع، جوافه قبل التكيلا يا بنتي؟ قلت لك 100 مره مفيش حد حمل دماغك دي. ايه ده يا حسن؟ فودكا بالاورنج يا لئيم. جوافه ليلى، احكي لهم على البارتي بتاعت ثانوي لما خلصتي على البار كله وخدتي جايزه احسن رقص بلدي. على شوقنا اكتر، شوقنا. ايه ده انت بترقصي؟ انا بس بطلت ما بيلوموني والله. حسن قول لهم بقى على يوم العجمي لما نزلت مع الشور روسي الميه بلابيس. بلابيس؟ لا 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 خالص، وان بيس. ايه كنت لابس مايو يعني عادي، وان بيس. وان بيس كان كاب بس كان جسمه تحفه. ليلى ما بتتهدش. حسن ما بيتهزش. رهان ورقه بمية. بارمن راند تكيله بسرعه. يا ماما يا ماما الحي. حسن ايه يا بنت؟ انا لو تعبت انت تشيل، انت لو تعبت اوعى تنزل. انا فريده هتعذبني، انا عارفها والله. هتقعد تقولي لي هليكوبتر يا امال هليكوبتر، وسرير بينزل بيا مش هتصحى قبل سنتين. وانا بنبي مودونيا مش هصحيهم دلوقتي خالص غير واحنا مسافرين. بقول لك انا بصحى بدري قوي، تيجي الصبح نصحى نتكلم؟ لا قولي نتكلم، ما نتفق من دلوقتي نفطر مع بعض. ده نتقابل على الفطار. مش عايزه اقول لك فريده عملت فيا ايه طول الليل امبارح، عماله تقولي لي هليكوبتر يا امال هليكوبتر، مش عارفه انام منها طول الليل. وانا برضه بنبي من اول ما دخلنا الاوضه نام زي القتيل. ضايعين قوي العيال دي. ميرسي. الله، دول عاملين زي الفورتشن كوكيز، كنت بحبهم قوي وانا صغيره. وانا كمان، تعالي نفتح. الاشياء ليست كما تبدو وكذلك الاشخاص، انت طلع لك ايه؟ كن واثقا من احساسك. اي كلام على فكره. يمكن. الو، ايوه بمب. احنا جايين اهو، مش وقت الكلام ده بقى. طيب انا هروح الحمام على ما تخلص تليفون. اوكي طيب. اوكي يا ليلى. ايوه يا زفت، ايوه يا سيدي ظبطت. ليلى حلوه قوي حلقه الكابوريا اللي انت بتحلقيها لي دي. ازيك يا كريم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. يومين بلف وراكي في شرم كلها وبيبيهات وفيسبوكات، في الاخر ايه واقفه لوحدك؟ طب على الاقل وريني سبب اللي واخدك مني. اصل انا الموبايل ما بيبقاش معايا، ببقى سايباه في الاوضه. سيبك من الجو ده كله يا كريم، من الاخر كده انا مش بتاع جير فريند وبوي فريند وبوسي مان وكل، انا مش ده جوي خالص. وانت يعني كمان يعني. انا ايه يا ليلى؟ احنا ما لحقناش نعرف بعض اصلا عشان تحكمي عليا. خليش مظاهر تخدعك، انت اعلى من كده. رايحه تياسر النهارده؟ غالبا. غالبا ولا شهور؟ لا شهور ان شاء الله. اشوفك النهارده باذن الله. تحلاوي كل مره بشوفك فيها. شوف ليلى. سوري تاخرت عليكي بنت صاحبي، مش فاهم حاجه خالص. طب يلا بينا. لا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. تفتكر الواحد ممكن يقعد يحوش كام سنة عشان يجيب مركب زي دي؟ زي دي؟ يعني تقريباً 20-25 سنة كده، ده بالتقريب يعني. ده إيه الإحباط ده؟ بس ده لو لوحدك، إنما لو معاك شريك ممكن الموضوع يبقى أسرع بكتير. أنا ما عنديش شركة، أنا لوحدي كائن سعيد. لا ده كلام فاضي، ده كلام بنقوله عشان نضحك بيه على نفسنا. يا سيدي أنا مبسوطة لوحدي. الله يا ست، هو حد يكره يا رب دايماً. طب أنت مبسوط لوحدك؟ أنا؟ لا أنا خلاص اتعودت على كده. عارفة؟ ببقى مبسوط أكتر لما أشوف أصحابي وكل اللي حواليا هم اللي مبسوطين وبيضحكوا. تعرفي مرة عملوا لي مفاجأة وعملوا لي عيد ميلادي في الاستوديو، كنا كلنا موجودين وتصورنا صور كتير قوي، بس هي صورة واحدة جماعية كنا كلنا فيها مبسوطين. يعني الصورة دي اعتبرتها أهم هدية جات لي في عيد ميلادي. طب أقف بقى صورك مع المركب اللي عمرنا ما هنشتريها دي. تبسم. We'll be right back.
بتبص على ايه؟ على المزيكا يا حسن. مزيكا؟ هي فين المزيكا دي يا معلم؟ ما هي تحتك يا حسن. ما المزيكا شغاله اهي. الهبد ده بتسميه مزيكا؟ ده اسمه ترانس. ترانس؟ يعني اللي عامل الحفله دي واحد كهربائي. حسن حسن يا ابني ما تركزش عشان ما تهيس. ارقص. كنس قوي. ايه ده؟ هي الناس دي سامعه حاجه غير اللي احنا سامعينها؟ يا بنتي هو ده ترانس. لو النبي. ايوه. الو. ايوه يا حسن انتوا فين؟ الو. ايوه يا ليلى. انا مش سامعاك كويس، انتوا فين؟ يا ليلى. الو. الو. بقول لكم ايه؟ اروح اشوفها فين واجي لكم. يا فريده. يا فريده. انت كنت كل ما تصحي واحد تنين واحد. حصل خير، تعالي ندور عليهم. طب ما انت صحابك معاك. ايه؟ صحابك معاك. مش مهم، المهم انت. يلا. حسن، ايه اخبار جيستو؟ معاك جامد اخر حاجتين. الحفله جامده جدا فعلا فعلا. بس عن اذنك عشان انا بدور على حد. كويس قوي اني لقيتك، عن اذنك بقى. احسن عايزاك نفرك بيدي برضو. معلش ادينا بندور اهو. بقول لك ايه، مش ده حسن اللي شفته معاكي في ابستراك؟ اللي مكلبش في البنت ده. هو. يلا نروح. لا 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 لا، انا بدور على بيت صحابي، انا عايز حد كتير قوي هنا. شور شور. طب نروح نشرب حاجه؟ اي حاجه. يلا يلا يلا. والله العظيم هكلمك واعمل لك اد على الفيسبوك كمان. اوكي. وعلى البيبي كمان. اوعى تنسى. لا مش هنسى مش هنسى، بس خليكي واقفه هنا زي ما انت. اوعى تحركي، هروح الحمام واجي لك. بتعملي ايه هنا؟ انا بكلمك من الصبح. ايه العباره دي؟ مستني على التليفون. في ايه؟ ورا ايه يا معلم؟ اتنين كابل بيرقص، مش محتاجين حد تالت يعني. ما تتدخلش انت، انا ما بتكلمش معاك. انا جاي مع كريم على فكره. ما ده اللي انا بحاول افهمه له. انا سايب صحابي وقلب عليك المكان عشان في الاخر تقولي لي جاي مع كريم. ايه ده بتزعق كده ليه؟ كان في حاجه بيني وبينك. انا عمري كان في حاجه بيني وبينك، ولو كنت فهمت كده تبقى مشكلتك مش مشكلتي. احنا اصحاب وبس، فاهم؟ يلا يا كريم. يلا يا حبيبتي. تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفلة من اولها لاخرها؟ مشغل بس. ايوه. جري شوية. ايوه. زوم بقى. ولا
وانا بذبح الخروف المتقطع قدامكم واللي هتاكلوه كمان شويه وجدت متعه غير عاديه. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجه. زليت الخروف السن قبل ما يموت. وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده ايه ده؟ ما يضحكش اني ازل الخروف. استني استني ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزل؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا عشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما الناس في الترابيزه بتقلوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا كوتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا بلاش انا انا بص خلينا نلعب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيكي جول. تعمل ايه؟ اروح يا هنا يا مجانين. ها؟ يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة ماليناش فيها أي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة ايه اللي هيحصل؟ حاجة يقولك من تحت تغطي الارض بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى. يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصلة كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفة كده او انت نايمة نزلت كده او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيلي الفاترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد. يعني عينيك انت ظالمه عينيك كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها. دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدم ايدي. الله. طب وتخبيهم ليه؟
ها؟ ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقود اللي بالله. خد يا هاني. الله يحنن عليك يا يحنن عليك. لحظة. ايه يا عم بابا؟ ايه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك ايه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر ارجع الشغل تاني، فاعمل حسابك كده انا مش هرجع تاني. انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي. بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا بقبيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هانيه، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري. ماتش اعتزالي، بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثة بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحه بقى لو كان في حاجه عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعه يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبه عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. نخليك. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصلا كنت جايب واحده تانية صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله، حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي، تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نادي نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو وديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسلة؟ يا ريت يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس أنا خايفة ما تعجبكش. أكيد هتعجبني من المصحف، والله أكيد هتعجبني. إيه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في آخر مصارع التيران ده ولا إيه؟ هايلة والله. عجبتك؟ طبعا. مش من بابا؟ ممكن أجيب الشنطة بس؟ اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسوق. على فكره متشكر قوي على صينيه الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مره، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اعمل عياده. هيحصل. ايه رايك بقى في دماغ اخوك؟ انا لما تكتك اولع الدنيا. والله يا ابني برافو عليك، 100 100. هيجي منك يا هو ده حوده اللي انا اعرفه. بص بقى يا معلم، العشرة دول على ده يبقى معانا غله 100 100. لا يا معلم، العشرة دول من غير ده يبقى معانا غله 100 100. متصرف انت بقى، شغل دماغك بقى شويه. يا هلا. وانت اخترتي مين؟ حوده طبعا. وش معنى حوده يا ماما؟ القلب وما يلي قلب. ايه وزفت ايه؟ الدرابه تعجز على المحل. طب خد دول ادفعهم بكره وهات لي الوصل. استلفتهم منين دول؟ ليه هتردهم؟ وانا مالي وانا اللي استلفتهم؟ انت بتدور على ايه؟ الفلوس اللي كانت هنا.
عملية متزبطة ومية مية، بس محتاجة طعم، والطعم هي الفلوس اللي كانت هنا. انت شلتها؟ ما ترد. انا اللي خدت الفلوس، يعني اتزنقت في موضوع كده وخدته. مفيش مشكلة، بس ايه يعني الموضوع اللي انت اتزنقت فيه فجأة؟ يعني موضوع كده يعني. انت هتخبى عليا؟ ايه يا حودة مالك؟ المحل بتاع آية الضرايب هتحجز عليه. آية. خلاص يا جعفر، هتصرف واجيب لك غيرهم. حتى لو اتصرفت مش هترجع حودة اللي انا اعرفها. بقول لك ايه، ما تكبرش الموضوع، ما كانوش 10,000 جنيه دول. لو كان على الفلوس ما كنتش دفعت 30,000 جنيه في مستشفى استثماري عشان انقذك من الموت. انت هتعايرني ولا ايه؟ وبعدين ما ال 30,000 جنيه دول انا اللي جايبهم بدماغي. دماغي دماغي دماغي، هو ما فيش حد عنده دماغ الا انت؟ ما انا كمان عندي دماغ. وهي كره البنج دي بتسميها دماغ ولا ايه؟ نعم. كده خلصت يا معلم، دماغ بقى شغالها لوحدك. انا هتوب يا جعفر. كل ده عشان خاطر آية؟ عشان خاطر روح يا اخي. انت مش فلقتني نتوب؟ نتوب، اديني هتوب. هو بمزاجك؟ اه بمزاجي. يا ريته كان بمزاجك، لكن الموضوع كله بمزاج الهانم اللي خلاتك خايب ومش عارف راسك من رجليك. جعفر، كلمه تانية وهنسى كل اللي بينا. وانت خلاص نسيته. ولعلمك التلفزيون ده انا هبيعه، وما تسالنيش تمنه هوديه فين. هي بعيدة عننا، أنا وحودة محدش قدر يفرقنا قبل كده أبدا. اخص عليك يا جعفر، أنت ليه بتقولي الكلام؟ عشان في حاجات مش هينفع تفهميها ولا حتى هتحسيها. حودة يا آية بالنسبة لي مش مجرد صاحب وخلاص، لأ، ده عمر. عمرنا ما تخاصمنا أكتر من دقيقة، عشان كده ما ينفعش حد يجي ويحرمنا من بعض. أيوة، بس أنا حبيت حودة بجد. والحب ده مش هيستمر. ليه؟ فهمت. ما اقدرش. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا حبيبي. هو في ايه؟ مفيش حاجة. ايه هنا؟ ايوه، وجعفر معها جوه. جعفر؟ ايه اللي جاب؟ ما اقدرش ما اقدرش. يعني ايه ما تقدرش؟ جعفر يا تقولي الحقيقة يا اما هفهم انا غيران منه. ما تقوليش كده، اللي يحبها حودة تبقى زي اختي بالظبط ومتحرمة عليا. طب ما تقولي يا جعفر في ايه؟ ما سألتيش نفسك احنا بنشتغل ايه؟ تقولي بنبيع وتشتري. بنبيع ايه ونشتري ايه؟ ما توضح يا جعفر. احنا بنبيع الهوا، احنا ملناش شغلانه. ايه، زي ما انا خايف على حود انا خايف عليك. انتوا ما تنفعوش لبعض. من الاخر احنا نصابين. الكلام اللي قاله جعفر ده بجد؟ يعني بجد؟ طب اتفضل بره، حصل صاحبك بره. ماليش نفسي اعمل حاجه، كل حاجه اتعودت اعملها مع حوض. عارفه لما تحس ان الايام بايخه ودمها تقيل؟ فاكر يا جعفر زمان لما كنت عايش معانا وبابا طردك من البيت؟ ساعتها قلت انك ضاعت، بس الحمد لله اديك عايش وكويس. الايام الحلوه راحت خلاص. انا بفكر اسيب له الشقه. ما اظنش ان هو ده الحل.
ازيك يا ست اولجا؟ الله مالك يا واد؟ مفيش. لا مفيش ازاي، ده فيه ونص كمان. قول يا دنايا، قول انا زي امك. قول يا حبيبي. انا خسرت كل حاجه يا ست اولجا. لا محدش بيخسر كل حاجه ولا بيكسب كل حاجه، انما بتكسب حاجه بتخسر قدامها حاجه، تكسب فلوس تخسر حب، تكسب قوه وجاه تخسر راحة بال. هي الدنيا كده يا عبير. بس اسمع كلمة بقى حطها حلقة في ودنك، أعز حاجة في الدنيا يا ابني صاحب يحبك بجد بجد. مش هتدخلي تنامي يا حبيبتي؟ لا يا ماما أنا مش جالي دول. ما قلتلك خدي بالك. ماما الله يخليك أنا مش ناقصة. يا حبيبتي يا بنتي، يعني حظك ما يقعش غير في نصاب؟ يعني هو احنا عادلين قوي؟ اوعي يا بنتي تكوني حبيتيه. المشكله اني حبيته بجد. مالك يا وش الخير؟ البنك حجز على المحل. بتقول ايه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ نعم، عايزه ايه يا فندم؟ انا جايه وجايبه معايا كل الورق اللي يثبت ملكيتي المحل، وجاهزه اني اتنازل واخد ال 100 الف جنيه اللي حضرتك عرضتهم عليا. ده كان زمان يا حلوة. ليه يا فندم؟ ما احنا لسه فيها. لا مش فيها اهو، انتوا كده فقرة فقرة وعنتظر. الفلوس تبقى قدامكم تتبطروا عن النعمة لغاية لما يجي الغراب ياخدها ويطير. غراب؟ غراب ايه يا فندم؟ مشكلتك خرجت من ايدي، موضوعك مع البنك. بالسلامة. يعني ده اخر كلام عند حضرتك؟ باردون الباشا تعبان شوي. لا مؤاخذة، بيريحيه انت. مع السلامة لولا. أؤمر يا باشا. مساج طبعا. آية كنت متأكد اني مش هون عليك. انا مش جاي عشان اللي في دماغك خالص. طب خشي. طب مش هنقف نتكلم هنا. انا جاي اعرف حاجة واحدة بس. حاجة ايه؟ اللي بينك وبين نسيم. طب خشي. انا عينك كده في عين عليا. ادي يا ستي حكايه عبده المجنون اللي بقى باشا. يظهر ان انا حظي ما بيجيش غير مع النصابين. انا لما عرفت جعفر كنا عيال في المدرسه، كنت انا شبه البالونه وهو شبه الخرزانه. كان العيال دايما يتريقوا علينا ويضربونا، اكتشفت ان الدماغ دايما هي اللي بتكسب. مشينا في السكه دي. تقدري تقولي كان دفاع عن النفس لغايه ما بقت شغلانه. كمان ما لقيناش اللي يقول لنا عيب. بس صدقيني يا آية، انا من يوم ما عرفتك وانا فعلا اتغيرت. انا ما يهمنيش انت اتغيرت ولا لا، المهم هتقف جنبي اجيب حقي من نسيم. طبعا جعفر. على السلامه يا عايشه. آية هي دي بقى العوامه اللي بتتم فيها كل الصفقات المشبوهه. نسيم وصل. طب يلا بينا يا جماعه. والمانجا يلا. عيال مساء الخير. مساء الخير. هلو. هاي 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 هبس مو بزيك. صحابي جدا قول جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ ما بتحبش اللمه؟ انا لا بالعكس، مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا. عارفه بتبقى فيها دردشه وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد، ما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجيلنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحبوا تاكلوا ايه يا فندم؟ يا ولد اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ انت انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه؟ ناكل سوشي وش. جرب. لو سمحت هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. استنى بس خد يا عم، كنت بتعزي انت. يا ستي انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا هقدمه في المدرسه. هو ماليش فيه. ماشي طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده.
ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسية من السوشي؟ حساسية في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. اه ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حمادة حمادة أو حمادة لعب في وشي اهو. ها؟ بس عارف؟ أجمل حاجة إنك تجرب مع اللي بتحبه الحاجة اللي هو بيحبها. أيوة مع إن السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش. بس كفاية إنك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لأ وخلاص. طب أقول لك إيه؟ ما تجيبي نص رغيف، ها؟ حط لنا فيه شوية تبخ على فلترين تلاتة كده، على ورقتين بفرة، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه يا ياسمين؟ أنت خدت كده ليه؟ ده رزق هيبهدلك. إزيك يا رزق؟ إزي حضرتك؟ بصي بقى يا أم جديد، بس أنا غرقان في شبر رمالي. دلوقتي أنا عايزك تحددي لي بالظبط لون من الألوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون ال الاوف وايت؟ ايوه. النسكافيه. بس يا انا مش عارف اقول غيرك علم بيه. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه. اسمه نسكافه. انا ما هقولك، بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا ريت، تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل ان هو يطلع بالروعه دي يا باشمهندس. حلو لون السكافه ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ انا طيب. انا ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. خلصت رسومات المعرض؟ اه خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي طلعي على المكتب، خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، اشرب نسكافيه. عامل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذة قوي رانيا دي على فكرة، وشيك، حاجة تشرب يعني. هو أنت ما بتغيريش يا ياسمين؟ أنا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها يا سلام. ده أنت ما عندكيش فكرة، أصلاً الغيرة دي بتخنقني، أحسن حاجة فيكي إنك ما بتغيريش على فكرة. بابا عايز يقابلك. لا والله. أقابل أمه، أقابل حضرته يعني، ماشي، هحدد له ميعاد. أوكي، هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بول. أيوه أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. اتفضل. أنت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه، إحنا عندنا شاليه صغير كده في الإسماعيلية لما بروح بصطاد. جار؟ لا، بوص. خوص! بقول له جر يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوس، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم، خوص. برضو؟ اتفضل يا بنت. بوس. امشي. ايوه، اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعالى اتفضل. ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا. ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله، حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا، امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد. احنا ايه، مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج؟ هنفضل قاعدين كده عليهم كده. ماشي. فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ، بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني؟ بس بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك، وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. ويحصل ايه ما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك اجري. اهلا كابتن بلبل. شويه. اهلا منور اعالي البحار. بوجودك والله. بوجودك يا عم. هات لي كل ما غلى. ايه ده، لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم جمبري جامبو. واو. صبيت جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصنبيت؟
طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد، تعال معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم، خليني مع السمك احسن. سنة صيد عمري ما اصطدت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة ايه؟ دي قشرة بياض يا ابني. اه طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم واوزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ اه طبعا يا حبيبي، اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي اوفر بس. ثانية واحدة. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكة رهيبة رهيبة. هلا بلبل انا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل، وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتأخرت فزيت ومشيت. ما لحقتش اصور جنبها. خد صورتي، خد صورتي يا عم، انا مش عايزها. اقول ليه عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها يا عم ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها، هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه، هنلاقيها يعني. اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عم اهدى. سمعتني؟ اهدى. فعلا اوفر برضه يا عمي، يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد، احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين، احنا جايين نذاكر، احنا جايين نصطاد رحله يعني. يا عم نصطادها تاني، نصطادها. لا مش دي، الثانيه كانت ابيض واسود. عايز سمكتي. بجد؟ لا بتهرج اكيد. طب بص انا لازم اقفل، هكلمك اول ما اخلص. اوكي باي. عبدو ده طيب قوي، تحسيه مصري كده، مش واخد من ام تي في وماله. دي تفتكر انا مدلوقه قوي ولا لا؟ انا اللي هنصحك يا فريده، ما يهمكيش. لو بيحبك هيعمل للي عشان يبسطك. اتبسطي. أنا لازم أمشي. هو أنت بجد مقتنعة باللي عملتيه مع حسن؟ أيوه أنا كنت معجبة بكريم من الأول. وبعدين أنت مش قلتيلي ما تاخديش الأمور جد زيادة عن اللزوم؟ أيوه بس حسن بيحبك. لا طبعًا ما بيحبنيش. حبني إمتى يعني؟ إحنا لسه متعرفين على بعض، هيحبني إزاي؟ يا سلام. اللي يسمعك دلوقتي ما كانش يسمعك ساعة ما كنتي أول ما تتعرفي على ولد تجيبيه بيتكوا تاني يوم. مش حاجة بتفضل على حالها جديدة. سلام. جوني يا غادة. هاي بيبي. انا روح التواليت، متأخرش بقى علشان نلحق نروح. اوكي. مين دي يا حسن؟ انا قلت لك غادة. ايوه يعني غادة مين دي؟ دي تبقى بنت خالة واحدة صاحبة جارتكم. مالك يا حسن في ايه؟ مالي يا بنبم، انا زي الفل. بس انت متغير خالص يا حسن. يمكن. توني. لا مش يمكن، ده اكيد. لا بقيت تظهر ولا بقيت تتصل وبقيت تيجي هنا لوحدك. حسن انا لما قلت لك اتغير ما كانش قصدي ان انت تروح بعيد كده. خير امور الوسط. وبعدين ما تخليش موضوع زي موضوع ليلى ده ياثر فيك بالشكل ده. ما تقلقش عليا يا بنبم، انا في الوسط.
بقول لك ايه؟ انا رايح افطر في مكان تاني، هتيجوا معايا؟ طيب خليكم. عجبك؟ لا مش عايزه اشرب خالص. اطلب لك حاجه اخف. لا مش عايزه اشرب خالص يا كريم النهارده. ليه يا بنتي مالك؟ مش عايزه اشرب. طب تعالي نرقص. لا ماليش نفس. طب نعمل اي حاجه؟ طب ما احنا واقفين اهو. انت مالك في ايه؟ مفيش حاجه، بس مش عايزه اشرب النهارده، ما عنديش مود يعني. لا ده انت فصلان بس. ليه فصلان؟ عشان مش عايزه اشرب مش عاجبك؟ لا من ناحيه دي انت عارفه انك عاجباني وقوي كمان. اثبت لك حاجه. ايه يا كريم انت بتعمل؟ اثبت. انت بتعمل ايه يا كريم؟ لك. انت سكران على فكره. سكران؟ ايه مالك يا لولا؟ في ايه؟ ما الناس كلها اهي فوق بعضها واحنا في مكتبه. ايوه هم احرار يعملوا اللي هم عايزينه، انا مش عايزه اعمل كده. اه ده انت هتمثلي بقى ولا نسيتي يوم حفله ياستو؟ ما انت كنتي مقضياها يا لولا. في ايه؟ انا يا كريم مقضياها وبمثل؟ اه بتمثلي يا لولا. لا انا ما بمثلش على فكره. انت اللي عندك مشكله في قرايه الناس على فكره، ما تعرفش تقراهم كويس، عندك قصر نظر. انا ماشيه. اوعى ليلى. اوعى. إيه؟ حسن؟ ليلى ازيك؟ ازيك؟ مساء الخير. هاي. هاي كويسة تمام؟ أنا كويسة جدا، ما فيش حاجة. انجوي. أنت هتفضل متنح كده كتير؟ خليكي أنا جاي لك حالا. سيبني يا كريم. أنا حسن يا ليلى. إيه حسن؟ أنا عايزة أعتذر لك عن آخر مرة شفتك فيها، لأن أنا كنت حقيقي حيوانة وقلت الأدب وقلت لك كلام أنا مش عارفة بجد أنا قلت إيه، وكريم الزفت ده خلاني أشرب كتير. ليلى ليلى بتهيألي مفيش داعي أبداً للاعتذار. وبعدين أنت قلتي لي قبل كده إن إحنا أصحاب. عشان إحنا أصحاب أنا قلت أجي أطمن عليك. أيوه إحنا أصحاب، صح مظبوط إحنا أصحاب. أنت كويسة تمام؟ أنا كويسة. تحب أجي أوصلك؟ ميرسي. طيب خلي بالك على نفسك. مش كل حاجة بنلقاها زي إحنا ما بنتمناها، في ألف حاجة تفرق قصادها مليون جرح، وتملي بنعلق روحنا بحاجات بعيدة ونهواها. قوم طبعي مش راضي يسيبنا، ما نحسش اللي قصاد ايدنا، والسهل ما بيبقى وكأنه طاقته تواجه، ما نفوقش غير بعد تجارب أو خبطة جامدة تعذبنا. حاجات كتيرة مصدقها عارفينها جد من الأول، نتعب في روحنا ونعشقها وجرحنا بعديها تطول. شدت حلو بقاله مده، بقاله حوالي اسبوعين. عايزاكي تكتبي مقال بقى توقفيه عند حده. عايزاه يتجنن، الواد ده مستفز قوي، والنوع ده لازم نجيب معاه من الاخر. عايزاه ياخد العدد من هنا يا ليلى، يحطه مطرح ما هو عايز بقى. ها يلا اتكي على الله بقى، عشان عندي دلوقتي ميعاد بتاع الفيس مساج. يلا
ماجده، ممكن اسالك سؤال؟ خير. هو انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ عشان ما لقيتش الراجل اللي يحبني زي ما انا عايزه، يحبني بطريقتي مش بطريقته. وايه بقى اللي انت عايزاه؟ انا قابلت رجاله كتير في حياتي يا ليلى، صح؟ عارفه كان كل مره ايه اللي بيبوظ الموضوع؟ التوقيت. التوقيت، وقت كنت حاسه ان شغلي اهم حاجه في حياتي ومش عايزه راجل يعطلني، ووقت لما كنت بحب حد ويضايقني ما كنتش بحاول معاه، لاني يعني كنت حاسه دايما اني هلاقي حد احسن منه، ووقت اخترت ابقى لوحدي من غير وجع دماغ، يعني من غير راجل. طب ولا مره حسيت انك كنتي صح؟ ولا مره. ليلى، الست بتحس بالراجل اللي بيحبها، تعرفه على طول. لو لقيتي حد بيحبك امسكي فيه، ما تسيبوش، ما تضيعوش من ايديكي، ما تخليش الوقت يسرقك زي ناس. يلا خدي الباب في ايدك عشان الوقت بيجري. ميرسي يا مجد. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. يعني هجيب السلسله. اعزك يا هانيا. Ah!
اي اي الشنطة مدموزيل، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا راح؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في اي حد تاني اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قال لك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع بكر، انا عايز الفيديو ده باي ثمن، مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان، المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مامنه نفسها بحاجه. 100 100 هي اللي بعتت الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟ ميرسي قوي على الشكر يعني التوصيله دي. بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعت ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعت ورا دي كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي. بس انا ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره صح؟ ها سلسله يعني ساعه، يعني لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش سلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت تعصبت يا بنت؟ ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ في قلة ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. يا خبر اسود، يا لهوتي، تخرب بيتك يا فريده. مش قادره. ايه مالك؟ في ايه؟ مش قادره يا فريده، انا مش هشرب تانية ابدا. مش عارفه ايه غيتكوا في الخمره دي يا بنتي، انا برجع كل يوم. طب حسن كلمك تاني؟ كلمني تاني بعد اللي عملته امبارح؟ هوبا، ده عملت فيها فوازير رمضان ولا هيعبرني؟ طبعا بفكر ابعت له مسج. لا لا لا، اتقلي شويه يا بنتي، يومين كده وابعتي له عشان الخطه تمشي صح. ليه يا فريد؟ ليه المواضيع مش بالبساطه دي؟ واحد عاجبني وانا عاجباه بكلمه، قال له مساء الخير، ازيك يا حسن، وحشتني، قال له انت كمان، ونعيش في تبات ونبات، وخلف صبيان وبنات. ليه لازم يبقى في خطه؟ ليه دايما في طريقه؟ ليه يا فريده؟ فهميني ليه؟ عشان ما فيش حاجه بالبساطه دي دلوقتي. انت اللي قديمه قوي يا بنتي، اللي زي حسن ده لازم تسحبيه عليكي شويه شويه لحد ما يبقى زي الختم في صباعك. تلبسيه الصبح بقى، تلبسيه بالليل، تبيعيه، انت حره. انا مش فاهمه حاجه. وما فيش امل على فكره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده كريم؟ هاي وسمايلي فيس وحاجات فيسس كتير كده، اعمل ايه؟ طب ايه المشكله يعني؟ تلاقيه لما شافك وانت مزه مع حسن سخن تاني. طب اعمل ايه؟ احلقي له عادي كده. احلق له. طب احلقي له. معاكي ريفو. انت قديمه قوي. احلق للبنت تجيلك، روح للبنت تحلق لك. انا خلاص ما بقتش فاهم. بس الظاهر ان ده بقى شعار المرحله الجديده. يا اخواتنا البنات فهمونا، يا زوجات المستقبل حد يرد عليا. ليه لازم نكذب؟ ليه بقينا نلبس وش عشان نعجب؟ كل واحد فينا لازم يلبس وش عشان يعجب التاني.
ما نخلينا زي ما احنا وخلاص، واللي مش عاجبه بقى يضرب دماغه في الحيط. وعلى فكره انا مش هتحرك من هنا غير لما اسمعكم، لازم تردوا عليا لان الموضوع مش سهل، ده موضوع كبير. البنت من دول بتبقى عايشه دور مش دور، بتبقى متبهرجه ونازله من البيت يمكن اهلها نفسهم ما يعرفوهاش. ايوه يا بنتي هجيبه اهو، يلا يلا باي باي. والله انا ما بقتش فاهم، لو ايه بقى في البنت اللي تعمل دور العفه والبنت التانيه اللي تعمل دور الصايعه المقطعه، واول ما السناره تغمز هوب كله بيبان والوش الحقيقي بيطلع. هو الراجل ده شايفني ولا ايه؟ وساعتها بيبقى شكله طيب وحش قوي. طب ليه من اول ما تخليش انت وقتك وتخلص وقابل انت؟ خلونا احسن ناخد التليفون ده ونشوف هترد وهتقولوا ايه. الو ايوه بيمبي. هرد دقه قلب كاتب عليك ايه النهارده؟ اقرا. اقرا ايه يا ابني انت عبيط؟ هو مين هيعبرها اصلا؟ بعت لي مسج على الفيسبوك وقال لي ويهاد فن لما خرجنا وكده يعني، وبيسالني على الويك اند. انت ليه بس بتعمل الحاجات دي من ورايا؟ هي حسد، ولو قدامك كمان هعمل نفس الحكايه. طب و هي ردت عليك؟ طبعا ردت، وبتقول لك انها فاضيه وما وراهاش اي حاجه. انت بقى هتقول لها ان انت عازمها في سافوي شرم في سوهو سكوير، حفلة جامدة قوي، ومعايا التذاكر بتاعة تيستو. ايه؟ تيستو؟ ايه تيستو ده؟ تيستو يا بنتي ده دي جي. دي جي افرحه كده يعني؟ لا مش دي جي افرحه كده، ايه الفلح اللي انت فيه ده؟ حاجة جامدة وخلاص. بقولك ايه؟ كلمي حسن وقولي له، واحد مخلص زيه اكيد هتلاقيه رايح. وبالمرة بقى نقضيها شرم ومايوهات بقى وتان وبتاع. يا سلام، وانا من امتى علاقتي ليا في الجو ده؟ اعمل ايه انا بقى؟ ما علينا يا ليلى، المهم اكلميه وخلاص. كلمه يعني؟ انت شايف ان انا اكلمها؟ كلمها طبعا. ليلى هاتي الجبن على ما اشوف حاجه. حاضر. الو هاي، ازيك؟ هاي يا ليلى، انا تمام كله تمام. انت مختفي فين؟ لا لا مختفي ولا حاجه، انا بس مطحون مع اليخاندرو شويه. طبعا تلاقيك انت مقضيها بالطول والعرض بقى. لا والله ده انا حتى ما بخرجش، قاعده في البيت. ايه ده؟ في الفا ماركت؟ ايه ده، هو انت في الفا؟ انا عند التلفزيونات بشتري دي في دي. انت فين؟ وانا بس نزلت عشان اجيب تان اويل اخد تان عشان بنا بتان بقى. طب ما يلا نتقابل، يلا بينا. طبعا يلا يلا نتقابل دلوقتي يلا. كبيرة مثلا، مش الصدفة الجميلة دي فظيعة جميلة. جاتك الفيسبوك مسج بتاعتي؟ انت بعتي حاجة؟ ايوه. لا ريلي؟ ايوه. لا ما انت عارفة بحلق وبنفض ما بدخلش كتير وكده. هتعملي ايه الويكند اللي جاي؟ والله هو في بلانس كده وبلانس كده، ناس رايحة هنا وناس رايحة هنا. لسه مش عارفة بالظبط هروح فين. اوكي، في حفلة جامدة موت في شرم، انا رايح. تيستو؟ تيستو بموت فيه، فظيع فظيع. تعرف انا وفريده كنا لسه بنتكلم في الموضوع دلوقتي حالا. سمعت التراك الاخير بتاعه؟ أيوة. بيقول فظيع فيري كول فيري هبل هبل هبل. خلاص اشوفك هناك. هظبط مع فريده وابعت لك على البيبي. اوكي بقى ابعتي لي على التليفون اسرع يعني. البلاك بيري بتاعك بايظ؟ بيقع كتير بقى وبيتصلح وكده. لا لا لا، انت هنا وانا قلب عليكي الدنيا. فين الجبنة الرومي اللي قلت لك عليها؟ مامي مامي حسن ماي فريند. مامي؟ لا مش معقول. هاي كانت هاي، انا افتكرت حضرتك اختي ليلى، والله مش مامي خالص. اهلا فيري كيوت فعلا فعلا يا ليلى فعلا. اوكي ليلى تيك كير. ها كول مي اني تايم ليلى، ما تنسيش. اوكي فانتاستيك. ليلى استني يا بنت. زنة هالة وطموحة الاوفر، طبعا خوفي لحسن الساعة تضيع مني، خلينا نرجع لها يا بولبول. بصي هو عشان نبقى متفقين، هي برضو ثابت عليا يا بولبول. ايه يا بولبول يا بولبول؟ في ايه وانت بتحفظيني اسمي؟
ما انا ما بقتش فهماك بصراحه. ما انت عارف مميزاتهم وعيوبهم، ما اخترتش ليه؟ انا قلت امل ايه، قلت مش جايز يكون ربنا بقى بيديني الفرصه ها علشان اعرف اختار صح، ان هم يبقوا معايا هم الاثنين في نفس الوقت، عشان يعني دي تبقى قدامي بص دي ابص دي فاعرف في الاخر اختار صح. يا نهارك اسود، الاثنين في نفس الوقت؟ اعمل ايه؟ لا ده جواز يا امل، ده جواز وهزار. ولو يا بلبل برضه، بقول لك امسكي امسكي تعالي بقى تقولي ولو يا بلبل برضه، بقول لك ايه، بس لا مش هعرفك، مش جايز لو كنت انت في مكاني يا امل كان ممكن تعملي زيي. ايه؟ استحاله استخدم الاسلوب الحقير ده. بص يا سامح، انت فيك كل المواصفات اللي تتمناها اي بنت. عارف، ناجح وطيب ومستعد تعملي كل اللي انا عايزاه. انت بس وافقي وهتشوفي. ابراهيم انا بس محتاجه شويه وقت اكتر. اوكي يا امل هسيبك، بس ما تطوليش لحسن اسرع. ده انا لاكتر من كده هزهق، سيبوني كام، قصدي سيبني كام يوم كده. خدي كل وقتك، هترجعي تلاقيني بحطت ايدك، قصدي مستني. كلنا مستنيين. زيادة اسعار السمنة والزيت والبيض دي احسن من الموقف. ايه ده؟ ده انت بقيت استاذة في اللف. بس بعد ايه بقى؟ انا خلاص بطلت. بطلت بعد ما انا اتعلمت؟ ما انت حاولي تبطلي انت كمان. انا فعلا هبطل، وهبطل اسمعك، ومش عايزاك تقول اي حاجة تاني خالص. انت بتزعقي كده ليه؟ يعني وانا بضربك على ايدك؟ خلاص مش هحكي حاجة تاني خالص. سلم. يعني انت ما كنتش قادر تحدد مين فيهم الاحسن بس؟ يعني احكي ولا اسكت؟ احكي وانت ساكت. نعم، دي زي امشي وانا واقف كده يعني؟ حاضر يا امل، هحكي لك وانا ساكت. حاضر. ايه ده، انت فاتك اهم حته اللي انا حكيتها وانا ساكت دي. طب وانا بيحكي حبيبي بلبل؟ بلا بلبل بلا بتاع، عشان بعد كده تتعودي تسمعيني كويس وانا ساكت. في ازاي تفتح عليها الجرار والنايم كده؟ هنعمله ضرفتين، مش لازم ضرفة واحدة، علشان بس الناس تعرف تدخل الحاجات، عشان ده باب خدمة ماشي؟ فده ما تعملوش 120، خليه 240 عادي، يبقى ضرفتين ماشي؟ مش مشكلة. اعمل ايه دلوقتي؟ الو؟ ايوه انا عندك. انت في انهي محل من دول بقى؟ اصل صاحب الشغل جه فجاه واقف بره وكان طالب مني حاجات وانا ما عملتهاش فعايز يشوفني. طب انا مالي يا بلبل، تاخدني معاك في النطه دي؟ طب اعمل ايه يعني؟ انت كنت واقفه في الطريق، هعود وانا في الهواء وانا بنط. طب خلاص انا هطلع اقول له انا مش هنا. لا 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 انا ما بحبش الكذب، وبعدين ما انا هنا اهو، ازاي تقولي ان انا مش هنا؟ الله. طب وبعدين ما ينفعش يا هاني تطلعي انت، ده راجل بصباص ممكن يبصبص لك، وشويه شويه هتلاقيه بيجرجر معاكي في الكلام، فمش هتحرجي، هتحكلك هتقولي تحكي له عشان تجامليه، ومش بعيد تلاقيه راح حاطط ايده على كتفك، فطبعا انت هتكسفي تقولي له شيل ايدك، انت بتستهبلي احترمي نفسك. الله، راح اطلع اضرب ام الجزمه ده. نعم مش وقت وقت، احنا تحت الباب، سيبني راجع احط ايده على يدك. ما مش من هنا انت فاهمه؟ هبعت لطراني دلوقتي حالا لطران جامعك عشان هي ما قامتش طول الليل، دلوقتي هتمشي. ياسمين ياسمين ياسمين، هاي مالك موطي صوتك كده ليه؟ عشان الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء، الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء خالص. يلا يلا نمشي مكان الدوشه ده صح؟ يلا يلا يلا. ايه؟ جزمتي جايه عليها دقيق. دي ايه وانت جايه الفرار؟ دي ايه؟ ده جبس، ده جبس. استنى بقى يا بلبل، ما اقدرش امشي كده عيب. يلا ياسمين، مش وقته مش وقته مش وقته. اهو اهو ياسمين، اهو اهو. ايه اللي انت عملته ده يا بلبل؟ مش جازمه لازم تتوسخ. اهو انا حاسها لك، اهو 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 اهو. خلاص يلا 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 يلا. جيتي ليه؟ ما انا كنت هجيلك على الحفله. انا قلت اعمل لك بقى مفاجاه في الحماده واجيلك قبل ما اروح الحفله عشان تشوفني. لا بعد كده اي مفاجاه ابقي قولي لي عليها الاول. ما انت مفاجاه ازاي يا بلبل؟ انا هبقى اتفاجئ واقول ايه ياسمين جت وعملت كده عادي. يلا بسرعه يلا. يا نهار ابيض، إيه؟ نسيت مفاتيح عربيتي فوق عاجبك كده؟ انت بتستهبلي ايه؟ تعالي 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 اقعدي عندي في العربيه لحد ما اطلع اجيب لك مفاتيحك من فوق. فين ام مفتاح انا؟ اهو. يلا 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 بسرعه. مالك متلوث كده ليه؟ بالراحه. عشان الحفله عشان الحفله. ايوه صح.
نورتي العربية. حطي الحاجة بتاعتي دي جنب في أي حتة. ماشي، خدي ادي مفتاح عربيتي عشان التكييف أو الحر. ماشي، يلا طول على طول. عامل زي الزبق يا هالة.